الكرة ملعوبة، هدف أول. إذن ينجح يا كوينتا في تسجيل أول أهداف المباراة. خطأ من حارس المرمى فادح جدا، يسجل على إثر يا كوينتا الهدف الأول لمصلحة يوفنتوس. شوف الكرة مرة ثانية، لعبة من دييغو، مردود ممتاز جدا من دييغو في المباراة، هدف لا يصدق، هدف بالفخذ، لكن في الأخير كرة القدم تعترف بالأهداف. يا كوينتا سجل بطريقة طبعا بطريقة غير معتادة بالنسبة له، لأنه سجل في قدمه وقدمه قوية. دييغو يصلح كرة ممتازة، تتصوب ترجع من خط الدفاع إلى دييغو ثاني مرة. يا حلوة الكرة من دييغو، يا سلام، سلم سلام على دييغو. دييغو في كرة فيها كنترول ممتاز جدا، أخذ الكرة سيطر عليها، مرور في داخل منطقة الجزاء، هدف وهو يتمشى. دييغو يتمشى داخل المنطقة، دييغو ريفاس يتمشى بعدها يختار التصويب في الزاوية الصعبة جدا على حارس المرمى جونج، يسجل. وكييفو، هذه الكرة موجودة، ملعوبة عرضية، برافو، هدف جميل جدا، هدف جميل جدا من عرضية رائعة كانت في الجهة اليمين. العرضية جت من جوفينكو إلى راسية ليغروتالي إلى هدف ثالث ليوفنتوس، هدف ممتاز جدا للبيانكونيري. جوفينكو كان رائع في التعامل مع الكرة القصيرة المكير. شوف الكرة ثاني مرة، جوفينكو الدهاء وكل الدهاء عند قصار القامة دائما أبدا، لذلك الحكمة العربية تقول اتقوا شر من اقترب إلى الأرض. وجوفينكو يلعب كرة عرضية على طول بالراس.